صحيح مباراة دربي عربي بين تونس والجزائر ماهيش حاجة جديدة، نتصور أن يكون ماتش باهي برشا، يكون حضور جماهيري وكل شيء. بتبقى لي نحن حاضرين، حسنا بالماتشات هذوما ماتشات كبار، تاع المنتخب التونسي عنده تقاليد في الماتشات الكبار هذوما، إن شاء الله نكونوا جاهزين ونقدموا مردود ممتاز. وكا صحيح مالوغيزمون اللي كانت النتيجة مش في صالحنا، تعرف المنتخب كان حاشتهم بالتروا بوان ولا ان بوان، حاولنا نقدموا لعلينا، لا غالب ما كناش في نهارنا، مي نحاولوا ننساو ونبنيو على الاغلاط اللي قمنا بها الماتش اللي فات، وان شاء الله يكون ماتش مخير. وكا غيلان بالطبيعه، غيلان خونا وعشيرنا، نتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يرجع على قريب لبلاصته، وغيلان ملاعب كبير برشا ويستحق كل خير.